حدثون، انا اسمي دكتور رائد غريب، مدير تنفيذي لمؤسسه اسمها بذور. هاي المؤسسه انشات في عام 2008، هي تعنى التركيز الرئيسي كان يعنى بالشباب وتنميه الشباب والقضايا التي تحوم حول الشباب. بالسنوات الاخيره اصبح اهتمامنا اكثر بقضايا الارض وما يتعلق بالارض. بالسابق كنا نتحدث عن الارض ونقول انها فقط ملكيات وهي بيئة، ولكنها بالحقيقة هي أبعد من ذلك. هي تتعلق بالأرض وما على الأرض، سواء كان حقوق ملكيات، سواء كان حقوق للسيدات والمرأة بالوصول إلى الأرض، حقوق الشباب بالوصول إلى الأرض. كنا محظوظين جدا إنه أصبحنا أعضاء في التحالف الدولي للأرض، وشخصيا أصبحنا أعضاء بالمجلس التحالف الدولي للأرض، ممثلين عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وكنا كأردن محظوظين أكثر أيضا إنه قبلت طلبنا باستضافة الملتقى الدولي للأرض بنسخته التاسعة، والذي سيكون العام القادم 2022 برعاية ملكية. طبعا كل حدا بيشوف اللي عم بيحدث في منطقتنا العربية يتأكد إنه دائما هي الأرض هي بؤرة الصراع، سواء كان صراع على احتلال هذه الأراضي وانتزاعها من أصحابها، سواء على المستوى الدولي والإقليمي، أو إنه انتزاع حقوق الناس في الوصول إلى أرضهم كما يحدث في فلسطين وفي المناطق النزاع ذات النزاع، سواء كنا في اليمن أو بالعراق أو بسوريا. وأصبح الحديث على إنه من لمن هذه ملكيات من، فأصبح يجب أن يعلم المواطن العربي أنه هو صاحب حق في هذه الأرض، وكأسر عربية تصبح لها الحق أيضا بالوصول إلى الأرض وإنتاج غذاء. عندما نتحدث عن الغذاء نتحدث عن سلة غذاء عالمية في المنطقة لكن غير مستغلة. أسباب غير استغلالها هي عدم قدرة سواء السيدات والشباب القادرين على الوصول إلى هذه الأرض. يمكن أنا بحب أتحدث عن جزئيات بسيطة هي المرأة والشباب، لأنه إحنا تركيزنا على الشباب اللي جعلنا إنه لما نبدأ بالتحضير للملتقى الدولي للأرض وضع موضوع الشباب والمرأة إحدى الركائز وإحدى الأولويات للأردن للحديث عنها في هذا الملتقى. أمر آخر هو الملتقى الذي يجري الآن في الدولة الشقيقة مصر، وهو المؤتمر العربي الثاني للأراضي. أنا شخصياً كنت محظوظ كمان أو مرة أخرى في إني شاركت في الملتقى أو المؤتمر العربي الأول للأراضي الذي أقيم في دبي، وكان لي مشاركة في إحدى الجلسات التخصصية لموضوع مشاركة المرأة واستخدام التكنولوجيا لوصول المرأة وحقها في الوصول إلى الأرض. الأمر اللي جعلنا كثير نهتم في موضوع الملتقى الثاني والمؤتمر الثاني اللي يقام الآن، ومشاركتنا كانت في الجلسات المتعلقة بالشباب، ومن خلال إحدى أعضائنا اللي عملت مداخلات جميلة وجيدة وكانت إحدى المتحدثين. أيضا كان هناك في إحدى جلسات السيدات كانت أيضا مشاركات من مؤسستنا في هذا الحدث المهم جدا. أتوقع أن بعد المؤتمر العربي الثاني أن يكون هناك المزيد من الإضاءات على القضايا العربية، ليس فقط في جانبها البيئي أو جانبها الحقوقي أو بجانبها المناخي. لما نتحدث عن المناخ نتحدث عن تغير مناخي شديد يحدث في المنطقة، ونتحدث أيضا على أنه لازم يكون لنا دور كشباب وكسيدات في تغيير التعليمات والقوانين اللي تحكم الوصول إلى الأرض. مرة ثانية أنا بحب أتشكر البورتلاند، بتشكر اللي سمحوا لي الفرصة إني أتحدث هون. أشكرهم إنه بوصلوا صوتنا للجميع، بوصلوا صوتنا إنه هناك ناس في المنطقة العربية بتطلعوا بشدة إنه يكونوا فاعلين، ولكن بحاجة شديدة لتعزيز إمكانياتهم وطاقاتهم وتعزيز قدرتهم على التغيير. التغيير يبدأ من معرفة ماذا
حقوقي ومعرفة واجباتي، واجباتي بالمحافظة على الأرض، حقوقي لاسترداد هذه الأرض واستخدام الاستخدام الأمثل. يمكن كلمة استخدامها رجعت ذكرتني بالمخاسر التي تحدث في المنطقة العربية من حيث استخدام جائر للأراضي، استخدام غير أمثل للأراضي، يعني الأراضي التي بحاجة أن تكون زراعية تستخدم للبناء، التي بحاجة أن تكون للتعدين تستخدم للبناء. فهناك في ممكن أحكي أنه صراع بين استخدامات هذه الأراضي. بتمنى إن شاء الله يكون أنه استمراري لهذا الموضوع.